كل التحيات لكل الأصدقاء المتابعين مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم. رح نحاول مثل كل يوم أصدقائي نكون قراب منكم بإطار عرض المشكلات المفترض أن يكون لها حلول بأزمة الكورونا. جائحة الكورونا ما وفرت حدا اقتصاديا إنمائيا اجتماعيا، الكل متضرر ولكن مفترض أن نكون حذرين. بهذا الإطار رح نبدأ بداية مع ريبورتاج صغير بضوي على جهود سعادة رئيس سفراء السلام في العالم غسان دخل الله اللي عمل جولة وكان آخرها بوزارة الصحة العامة، حيث التقى مع معالي وزير الصحة دكتور حمد حسن وقدم له كمامات هبة من نادي سفراء السلام في العالم، وعلى أمل أن تكون هذه التجربة معممة وكلنا سوا نعتمد إجراءات الوقاية المفترض أن نكون كلنا ملتزمين فيها حماية لوطننا لمجتمعنا لاقتصادنا لبيئتنا لكل حياتنا. البداية بتكون مع هذا الريبورتاج. تسلم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن هبة 20400 كمامة طبية قدمها لوزارة الصحة رئيس سفراء السلام في العالم المغترب الجنوبي البارز السيد غسان دخل الله، في سياق مبادرة قدمت لعدد من الإدارات الرسمية ما مجموعه 97800 كمامة تم تصنيعها محليا في بلدة قانا جنوبي لبنان. الوزير حسن نوه بهذه المبادرة التي تأتي في إطار التعاون البناء بين المجتمع اللبناني المقيم والمغترب. اللقاء يعبر عن هذا الشعور والإحساس بالمسؤولية من أهلنا اللبنانيين بالاغتراب، مثل ما تحملنا كمجتمع مقيم كحكومة ورسميين كل مسؤوليتنا تجاه الاغتراب، خاصة بظل جائحة كورونا. اليوم عم نشوف هالمبادرة من سفير السلام سعادة السفير غسان دخل الله لحتى نقول أنه تتشابك الأيدي وتتعانق كل النوايا الحسنة لتقديم الخير للمجتمع اللبناني. حسن لفت إلى أن هذه المبادرة تؤسس لشراكة تهدف لدعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها خصوصا في المناطق النائية ولا سيما مستشفى قانا. بنتابع معكم أصدقائي مشاكل وحلول مع ضيفنا الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام، وأنا بدي أوجه لك تحية خاصة لأنه حضرتك بس دعيتني مبارح، حقيقة كنت عم فكر لأنه قبل بنهار كنت داعي كمان زميل لقلنا بالجامعة اللبنانية، كنت عم فكر قديش بيتطلب منك وقت انك اليوم تقعد تحضر
تحضر للحلقة، تحضر تدعي الناس، حقيقة يعني بيطلب منك مجهود، أنا بدي أوجه لك تحية والله يقويك. شكرا لك. ولكن يا بروفيسور يعني بالواقع العنوان أحيانا هو اللي بيفرض حاله عليك. وقت اللي أنا كنت عم أقرأ عندك على صفحتك صراع الجبابرة، خليني يعني أروح لبعيد وفكر أنه حضرتك أنت باختصاصك استراتيجيا شو قصدت بهذا العنوان صراع الجبابرة وربطته بأزمتنا الاقتصادية؟ أنا اللي بقوله اليوم أنه نحن كلبنانيين وكدولة لبنانية، نعم، إذا بناخد هالمقارنة لهالدولة اللي اسمها الدولة اللبنانية، إن كان اقتصاديا عسكريا، نعم، اجتماعيا واواوا، منلاقي حالنا أنه نحن صغار قدام هالدول الكبيرة اللي عندها مصالح مثل ما بقوله بتتعدى حدودها وبتجتاح بتروح لحدود كتير كتير بعيدة. نحن للأسف اليوم فتنا بالإنترسكشن، بتقاطع بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. وهلأ لاحق يعني أخيرا كمان فتنا بتقاطع صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. لذلك بقول أنا لبنان هالصغير بكل مقوماته صار هو تقاطع لهالمصالح الجبابرة. أنا شو فيه إيه تلتقيت الفيون هاو يعني إنه بين الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية الإسلامية بإيران، الصين، دول كبيرة ودول كبيرة، ونحن عم نعيش شئنا أم أبينا، اعترفنا أو ما اعترفنا، الحقيقة على الأرض بتقول إنه نحن عم نعيش نوع من تداعيات هالصراع، صراع الجبابرة على الأرض اللبنانية. تداعيات هذا الصراع اقتصاديا رح نتأثر فيه كتير بعد؟ أكيد أكيد. أنا بعتقد أنه الحلقة حلقة التردي الاقتصادي ما رح تخف إلا إذا كان في حلول إقليمية وحلول دولية لهذا النزاعات، يعني إلا إذا كان لبنان يعني مثلا رح أعطيك مثال. هلأ نحن بنعرف كلنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية عم بتتفاوض مع الجمهورية الإسلامية بإيران، حتى لو منشوف بالواجهة التصعيد، بس في مفاوضات وعم بتصير بعدة دول، ومن بيناتهم بحسب المعلومات اللي واردة بسلطنة عمان ولا ما هنالك. بمجرد ما أنه يكون في اتفاق، بغض النظر ما بدنا نفوت لأنه مش هذا موضوعنا ومش هذا اختصاصي ومش سياستنا، بس بمجرد ما أنه يكون في اتفاق بينهم، نعم، رح نشوف رياحة على الساحة اللبنانية. اليوم الصين فاتي بقوة، خلينا نقول بدها تاخد حصة من السوق اللبناني، نعم، كيف ما كانت تكون الحصة هذه. ما ننسى أنه في عنا نحن غاز وفي مطامع، شئنا ما بينا في مطامع لهالدول الكبيرة بغاز لبنان يلي موجود، على عكس ما قالت شركة إحدى الشركات اللي عم تستخرج النفط أنه ما في ملقيه. أنا باعتقادي مش كتير مصدقة. خبير اقتصادي ولا خبير نفط صرت؟ لا لا، لأنه في أرقام تؤكد؟ لا، أرقام طلعتهم اليو اس جي اس اللي هي وكالة أمريكية، نعم، بسنة 2010. بتتذكر حضرتك سنقول أنه وقعت طيارة أثيوبية وإجوا كل شيء فيه بواخر وغواصات بالعالم صاروا يدوروا على الأثيوبيين، تاري هني عم يعملوا شو سكانر للأرض واستكشاف للهادي. طلع التقرير بكل وضوح عن الثروات، تاخد هالأرقام تعمل لهم شيء بيسموه معالجة إحصائية وبتشوف قديش مدى مصداقية هالأرقام ولا لا إن شاء الله. فإذا نحن عنا بترول. على كل حال في مصالح دولية موجودة وهذه المصالح بدهم يتخنقوا عليها. بقى الله ينجينا من صراع الجبابرة على الأرض اللبنانية. يعني اليوم سعر صرف الدولار بلبنان ولأول مرة في ثلاث أسعار يمكن وإذا مش أكثر، في السعر الرسمي سوق موازي والسعر اللي عم يدعم فيه السلة الغذائية وبعض يعني الأصناف اللي مصرف لبنان عم يدعمهم، ولكن بداية الناس بيبقوا ناطرين بين يوم وتاني إنه معقول الدولار يوصل لهون، معقول 5000، معقول 4000، معقول يتراجع أكثر. بكل صراحة يعني قديش نحن بدنا نوثق بكل الخطوات القريبة جدا من الواقع اللي بيريحنا بوجود ثلاث أسواق؟ إذا بتسمح لي بدك تعطيني وقت لأنه جوابك كتير مثل ما بقوله معقد، سؤالك كتير معقد والجواب ما رح يكون سهل. تفضل. إذا ما أخذت وقتي خلينا أول شيء بالمنطق.
أي تخفيض لسعر صرف الليرة شو ما كان يكون هو أذى على المواطن اللبناني. بارح أحد الأشخاص اتصل فيي أخذ تعويضه من الضمان 60 مليون. طيب وقت اللي أخده كان بيسوى 40,000 دولار، اليوم 60 مليون قداش بيساوي؟ أقل من 7,000 دولار. إذا بده يفوت على المستشفى قداش بيدفع؟ أنا باعتقادي الشخصي، وحضرتك بتعرف مع احترامنا لوزارة الصحة، مع احترامنا للدولة اللبنانية، بس ما في عندنا خدمات للمتقاعدين، المتقاعدين ما في عندهم خدمات صحية، ما في ضمان اجتماعي يقدر يأمن لهم شيء معين. إن شاء الله يصير، إن شاء الله يصير عنا يا رب. لا لا، هلا بالوقت الحالي ما فيك، كيف بدك كيف فيك؟ نحن أنجا هلا نحن اللي مضمونين بالضمان أنجا عم يقبلون وفي مستشفيات. يعني مشروع حكيتنا عنه معالي وزيرة العمل للتقاعد، يعني هذا المشروع والحماية الاجتماعية كثير مهم. سيدي سيدي لو يعني مثل شايفين ومش قادرين، بس مو بنحكي. هاو جايين من ورقة بعبدة، هاو من ورقة بعبدة، معلش هن يمكن بدهم يسعوا يطبقوه، بس هذه أفكار ورقة بعبدة. لا خلينا مثل ما بقول أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني خلينا نعطي الحق لحقه، حقه انه هذه جاي من شو اسمه، من ورقه بعبده اللي انعملت السنه الماضيه، ويلي هي فيها اشياء اصلاحيه ومن بيناتهم الشيء الاجتماعي. نعم. ويلي انا كنت بتمنى انه يطبقوا هذه الورقه الاصلاحيه بدل ما يروحوا يدوروا على الشمال وعلى اليمين على اشياء. بس بغض النظر بنرجع للجواب، خفض سعر صرف الليره راح يكون مؤذي كثير للمواطن اللبناني. بعد ما كنا مؤذي ليه؟ لخفض سعر صرف الليرة، الليرة الليرة مقابل الدولار رح يكون مؤذي. كنا هلأ بالمكتب قبل ما نفوت على الهاي وعم بقلن انه انا طيب عندي قرض بالمصرف، هذا القرض بالدولار اخده. بتقلي ليش اخده بالدولار؟ ما كانوا شي يعطوني الا بالدولار، بس عم بدفعه لبناني لانه حاكم مصرف لبنان اعطيهم طلب، طالب منه لهذا انه اللي عنده مدخول باللبناني يتفضل، يعني بدك تقبلوا منه باللبناني، ويلي ما عنده اللي عنده مدخول بالدولار بتاخذوه منه بالدولار. لا. طيب انا بدي اسال سؤال، اذا هلا انا وهذا عم بيحاسبوني عليه على 1515، طيب انا اذا هلا فلتوا سعر صرف الليره او ثبتوه على 4000 مثل ما حضرتك اذكرت قبل شوي، قديش انا بدي يصير ادفع؟ طيب ليه؟ في عارف ليه؟ قانونيا في مشكل. بتقلي ليه؟ حضرتك بتعرف في قصة 33%، ما فيك تاخد قرض يشكل أكثر من 33% من حجم اللي عم شو بنعمل؟ اثنين، في عندك مشكلة اجتماعية بفرضية أني ما تخطيت 33%، أنا خفت قدرتي الشرائية على جميع النواحي، كمان بدك تيجي تخدمي من هون؟ ما بينا مزبوط. طيب أنا بدي أذكر لك بعد شيء تاني، الأدوية شو بتعمل فيه؟ ما قلت اليوم عم تشتريهم على 1500، منخليهم على 1515. لحظة صغيرة، فإذا يعني معناتها أنت عم بتقرر أنه 1515 اليوم الثلاث أسعار اللي موجودين هني بحكم السوق، يعني فرضي مجبر أنت من وراء السوق. هلأ برح أقول لك كيف، بس هاو مجبرين، بس بعدين إذا أنا قلت لا بدي خلي هاو هيك، يعني معناتها أنت عم تختار. ثلاثة، شو بيصير دخلك بالمحروقات إذا تنكة البنزين وصلت للـ70,000 والـ75,000؟ وين النقل المشترك اللي مأمنت لي إياه الدولة تتعامله؟ بالخبز شو بيصير؟ التنظير سهل، كلهم قالوا انه مصرف لبنان اخطا بتثبيت سعر صرف الليره. حبيبي السعر صرف الليره الثابت اليوم الحكومي اكثر شيء عم بتشدد عليه، ومعي لي وزيره الاعلام امبارح مصرحه انه هني عم يدرسوا احتمال انهم يرفعوا الاجور بس تيستقر شوي سعر صرف الدولار. شو يعني يستقر سعر صرف الدولار؟ يعني كانك عم تثبته سعر تثبيت سعر صرف الليره باقتصادات بتعيش تخبط سياسي وتخبط أمني مثل اللي عم نعيش فيه نحن هلأ، هذا هو أساسي وكلفته قد ما بتكونوا تقولوا قولوا تعثبتوا بالأرقام بتضل أقل من الكلفة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية. اليوم اللبنانيين عم يخسروا من رأس مالهم بسبب طروحات اجت بخطة الحكومة بدها تخفض من سعر صرف الليرة. مين اللي بدي اقول لك لما بتكون مسؤول، انت مسؤول، كلمه مسؤول مش معناتها بريفيليج اعطيتك اياه حتى تكون مسؤول، بدك تكون مسؤول، بدك تدفع ثمن اذا غلطت. الحكومه غلطت بمطرح من المطارح بتخفيضها بطرحها بخطتها تخفض سعر صرف الليره وبوقفها عن دفع سندات اليورو بونز. طيب
بدي أسألك سؤال. معلوماتي أنا بتقول وهذه بدي أقولها من على منبرك وهي أول مرة بذكرها. معلوماتي بتقول إنه بدهم يثبتوا الحكومي بوارد تثبيت سعر الصرف بأيلول من بعد ما يمرقوا فترة شهر. ما بعرف مين عطيهن الفكرة هذه، بدهم يمرقوا فترة شهر أو شهرين وبدهم يثبتوا سعر صرف الدولار، يحطوا سعر صرف جديد، عرفت كيف؟ بأيلول. قديه؟ ما عندي علم، ما لأني ناطرين تيشوفوا شوي أجواء السوق. بدي أقول لهم وهذه من على منبرك وبتمنى عليك ترجع تذكرني فيها لاحقا، تقلي انك انت كنت مغلط. اذا الحكومه اللبنانيه بتقر بايلول تخفيض سعر صرف الليره لا مستوى مختلف عن ال 1515، اول شغله لن تستطيع بعدها السيطره على الليره اللبنانيه. واحد، معناتها انسى الموضوع. اثنين، بدها تفقر الشعب اللبناني، الحكومة اللبنانية ستكون مسؤولة عن تفقير الشعب اللبناني. ثلاثة، ستعم الفوضى على الأرض. هاو ثلاث أشياء عم ذكرك فيهم وتذكرني فيهم. بتمنى على الحكومة بما أنهم كتير في عندهم مستشارين، خليهم ياخدوا أراء كمان مستشارين مختلفين، عرفت كيف؟ أكيد مش أنا لأنه أنا أعطيت اللي عندي قلت لك إياه، بس ياخدوا أراء مستشارين قبل ما يقدموا على خطوة أخطر من هيك ما في. على كل حال أنا رح أكتب بالجريدة مقالات، اليوم كتبت بجريدة الديار مقال عن هالموضوع، يعني بيتطرق لجزء من الموضوع، بس رح أكتب مقال مفصل عن هالموضوع هذا، لأنه أنا بعتبر أنه الحكومة رح ترتكب جريمة بحق الشعب اللبناني بهالأمر هذا. يعني اليوم الناس خايفة كمان على ودائع بالمصارف، بهذه الحالة شو بيصير في حال تغير السعر؟ الودائع حاسس أنا وبعتذر إذا كنت غلطان بعتذر، بس ما بعتقد أني غلطان. أنا بعتقد أنه عم بكرروا فكرة أنه طاروا الودائع طاروا الودائع، تتفوت براسنا وتصير أنه خلص صارت شغل أمر واقعي إنه فقد الوديع. لا حبيبي، دون أي تعويضات يعني؟ وديعي أنا موجودين بالبنك، اللي معه عنده وديع ما حدا بيقدر يدق فيهم إلا إذا بدهم يخالفوا الدستور. ساعتها كل الناس بتعرف بالدستور اللي حامي وديعنا، يمكن يكون في بعض النوايا الحسنة بس أكيد مش هي الوحيدة. اللي حامي هو الدستور، الدستور أعلى من القوانين، أعلى شيء بهيكلية القوانين. لا، هو أعلى شيء. أنا اللي بقول لك إياه الوديع مطاره، بس المشكلة هي بقصة الليرة اللبنانية. يلي عنده وديع بالليرة اللبنانية مثل أفضالي أنا بده يأكل قتلة إذا خفضوا سعر صرف الليرة. بتقلي وهوني حق مشروع بهذا السؤال، أنت بعدك مقتنع بينك وبين حالك بس تكون قاعد لوحدك، مقتنع أنه الليرة رح يرجع الدولار للألف وخمسمية؟ أنا مبارح الصبح سألت معالي وزير المالية بزيارة خاصة، قال لي لا صعب كتير. أنا رح أقول لك ما تفكر فيها، صعب. أنا رح أقول لك أكيد بهيك أداء لقلنا نحن المواطنين اللبنانيين وللحكومة مستحيل ترجع، بس أنا بأكد لك بأداء مختلف من ردة مش لل 1500، من ردة لل 1000 وحتى لل 500. على حساب مين بدها تكون هالردة هذه؟ لا حساب في خسائر كثير، في مجهود بدنا نعمله. أول شيء نحن كمواطنين بدنا نوقف المضاربة على الليرة. حاجتنا بقى كل ما واحد حامل 100 ألف ليرة بجيبته بده يروح يبرمها دولار يا أستاذ الأولى. والله العظيم هذه مشكلة المشاكل. طيب في أزمة ثقة، الناس خايفة. طيب يا خي عرسوا عيني، أنا مش عم بقولك لا، مش عم بمحي. من شوي قلت لي قبض 60 مليون تعويضه، شو كان يعمل له اليوم مشي؟ عظيم، الناس بس خايفة. بل أداء الحكومي هوني كمان بيحمل المسؤولية بهالنقطة هاي. نعم. أنا بحمل مسؤولية بالطلب على الدولار، الحكومة عم تحمل المسؤولية بقصة الثقة. رحتي وقفتي عن دفع سندات اليوروبونز، واثنين رحتي عم تطرحي تخفيض سعر صرف الليرة، انت عم بتهزي يا حكومي الثقة بليرتنا اللبنانية. انا المواطن شو بده يطلع لي؟ خليني بس لاقول لك شغلة صغيرة، كل الانجازات اللي ممكن انه تصير وتنعمل للحكومة شو ما كانت تكون، المواطن اللي قاعد ببيته يلي خفت قدرته الشرائية شو ممكن يعني شو بهمه انجازات اذا هو قدرته الشرائية مش قادر ياكل ومش قادر يشرب؟ انا باعتقادي الشخصي اخطر شيء ممكن انه ينعمل هو ضرب الثقه بالليره اللبنانيه. لذلك في عدد معين من الخطوات الدوله اللبنانيه او الحكومه بتقدر تعملهم حتى تستعيد الثقه.
ممكن نربط الليرة اللبنانية بغير الدولار نحن بلبنان ولا صعب؟ لا صعبة لعدة أسباب. لا. واحد لأنه عادة الربط بيكون مع الشركاء الاقتصاديين أو الشركاء إذا بدك بالتجارة الدولية. نعم. التجارة العالمية عم بتتم بالدولار. في عندنا اليورو. اليورو بقول لك اليورو لا يعني؟ لا ما بقول لك. وفي عندنا الصين. في عندنا اليوان الصيني على عكس ما بيقولوا. أنا مش فهمين هذه قصة إنه بدنا نتوجه نحو الشرق. ما نحن أصلاً بعد الشرق. أنت عارف إنه أهم شريك تجاري لنا هو الصين. نحن بنستورد منه 11.2% من استيرادنا جاي من الصين. أول دولة هي 40% من أوروبا كلها بس من الصين لوحدة 11.2%. طيب السؤال اللي بدي أسأله أنا هون، إذا أنا بدلت ما بدك أنت يكون عندك احتياطات بمطرح من المطارح عن هالموضوع. أنا ما بعتقد أنه بنقدر نستحصل على احتياطات، لذلك مجبورين إلى حد معين نضلنا ملتزمين بخط الدولار لحتى ما تأمن احتياطات تانية. لا لأنه اقتصادك بعده ضعيف، هو الضمانة الأساسية للعملة هو الاقتصاد، لأنه الثروة العملة تعكس ثروة البلد غنى البلد. نعم. إذا كان اقتصادك قوي عملتك قوية. بدي أسألك سؤال بدك تجاوبني عليه بخبرتك. أكيد تفضل. إذا أنت من شوي قلت مثل حضرتك عندك لبناني بالبنك مزبوط؟ البنك إذا بده يحول لك إياهم لدولار بيحولهم على 1005. نعم. بياخد 10% عمولة وبيمنعك أنك تستعملهم لمدة سنة سنة ونص مزبوط؟ العمولة ما بعرف بس أكيد رح يمنعك أنك تسحبهم. أكيد مخرج عم بيقول لي أكيد أكيد أكيد. ممكن أنا حقيقة باسم جابر عم بقول أكيد. ممكن مش رح أفوت معك بهالتفصيل لأني ما بعرفه. بس بدي أكد لك أنه اليوم البنوكي أكيد بدهم وين بصحلهم يلحصوا أصبعهم بالقانون. عم نحكي نحن القانون بيسمح لهم؟ لا أنا عم بقول لك وين هني بصحلهم يلحصوا أصبعهم ما رح يأثروا لأنه بس في قانون بقول لهم لا. هلأ الكوميسيونات ما بعرف، ما أنا بدك تشوف طريقة العمولة اللي حاطينا. على كل حال هذا سؤال بعتقد فيك تزرق فيهم جمعية المصارف، زرقهم فيه لهذا السؤال، وبعتقد انه اثارتك للموضوع على الهواء خليهم يجاوبوا عليه بشكل رسمي ويقولوا عن هذا الموضوع. اما فيما يخص تثبيت الدولارات ايه، لانه ما في دولار كاش تقدروا يعطوك اياه تيقلوا لك بثبتون تيضمنوا انه انت ما راح تحركهم قبل سنه او سنه ونص او سنتين حتى بحركون عنك اني لا ما بعتقد اصلا الى حد معين. هاو المصريات اذا بدك هون اللي عندنا نحن هني ارقام بدك مقابلهم الدولارات. الدولارات في قسم منهم موجودين برا بس دولارات فعليه موجودين برا، هاو ما فينا نجيبهم لانه في تضييق دولارات المونوبولي. لا 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 هذا دولار فعلي بس ما فينا نجيبهم لانه مضيقين علينا الامريكيين. طب ما بيجينا احنا دولارات من برا اليوم؟ بلا عم يجيك عم يجيك دولارات بس هاو الدولارات كيف هاو الدولارات بس اسمح لي هاو الدولارات عم تاخذهم المصرف المركزي تيمول لك الاستيراد تبعك فيهم. نعم. عم بيمول لك الاستيراد تبعك فيهم. لشو بدك بعدين بدي اسالك سؤال استاذ نقول معلش اعذرني. تفضل تفضل. انت صديق عزيز بس معلش بدي اسالك السؤال بكل صراحه، لشو بدك الدولار انت؟ انت عم تاخذ الدولار تحطه ببيتك وبعتذر منك وانا زيت الشيء عم بعمل وكل واحد منا عم بيقول لك انا عندي دفعات. لحظه خيي وين الدفعات؟ انت اذا مدخولك باللبناني منك بحاجه لشيء ابدا على الخالص. الطلب على الدولار عم بيزيد لانه نحن كمان عم نساهم بمطرح من المطار ان كان بحساباتنا بالمصارف او ان كان على الارض. امبارح شفت شاب صغير مسائب انه تلميذي كان بالجامعه جايبته منفوخه. قلت له شو هذا اللي بجيبتك؟ قال لي سحبهم حامل كتسات مصاري لبناني. قلت له شو؟ قال لي رايح احولهم دولار. قلت له لا يبلك يا ابني شو بدك فيهم؟ قال عندي دفعات. قلت له انت عندك دفعات؟ دفعات بشو؟ قال اخذ قرض. من وين اخذوا للقرض؟ بتحس انه عم بيركبوا خبريه لا. لانه ما لا. عنده ثقه باللي عم بيصير. هذا اللي طيب هذا الحكومه عليها انه ترجع ترد لنا الثقه. طب يعني من خلال كل المعطيات بروفيسور يعني وبخبرتك بالختام شو بتنصح الناس يلي هلا عم بيواكبوا يعني هذه الازمه وبهمهم من خلال اطلالتك؟ لانك دائما عم بيكون كلامك مصدر ومحطه ثقه. الناس يلي وانت ممكن تنصحهم ما تحولوا من اللبناني للدولار ولكن في واقع بيفرض حاله عنوانه الثقة. بنرجع نكرر بوجود أزمة الثقة كل الناس بدها تبقى خايف. اسمح لي لك أنا معك، أنا مش رح يعني مثل ما بقولوا يعني هلا القصة صايرة معي. بتقلي مرتي بتقلي
ليش ما انه ما بتحول المصريات اللي لهذا للدولار؟ قلت لها طيب انا ما عندي، طيب كيف بده يكون عندي مصداقيه تجاه نفسي؟ اطلع قول للناس ما تحولوا ليرتكم لدولار وانا عاملها تحت الطاوله وبدون ما حدا يعرف. طب ما في مصداقيه. قالت لي طب بس ما هو انه هذا لاولادنا، انه نحن بدنا نحافظ. عم تحكيني بشيء وبعتقد انه المواطنين كلهم بيتفهموا هالكلمات اللي عم بقولها، انه هذا تعبنا، انه طيب انه نحن عم نحافظ على قيمتهم، نحن مش عم نتاجر، نحن عم نحافظ على قيمتهم نحولهم لدولار. بدي اقول لك شغله، خلينا نفصل نقطتين عن بعض. بالمنطق اذا انا ما تعاملت بالدولار بده ينزل غصب عنه الدولار. انا كمواطن لبناني اذا كلنا نحن اللبنانيه قطعنا عرفت كيف التعامل بالدولار، عم بحكي مصرياتنا بطلنا نطلب دولار، رح يضل بس عرض معروض يعني لو بخف الطلب عليه. ايه بس رح يضل بس لقصه الاستيراد، استيراد اللي عم بموله مصر في لبنان من المفروض من كل التحويل الخارجيه. يعني انا ما عادش في داعي عرفت كيف احكي بس عن قصه الدولار. فاذا اول حل موجود هو بايدنا. ثاني نقطه في قصه اذا بدك الحلقه المفرغه، بده يعرف المواطن اللبناني انه فات بحلقه مفرغه. ليك شو عم بيصير؟ خايف من الليره عم بيروح يحول للدولار، منيح أوكي. الدولار عم يغلى، كل ما عم يجي ليره عم بيروح يحول للدولار، عم بيزيد الطلب على الدولار، وهذا الامر رح يغوصنا اكثر مثل كانه عم بعمل جوره. عشان هيك انا بتمنى انه يكون في عقلانيه، كل واحد يعمل اللي ضميره بيملي عليه، بس في عقلانيه. وبتمنى على الحكومه العتيده الكريمه انه تنتبه لقراراتها قبل ما تاخذ قرار بخفض سعر صرف الليره رسميا بايلول مثل ما هو مطروح، لانه هذا رح يكون من القرارات الخطيره يلي رح تاثر على الشعب اللبناني وتفقره. انا بدي اشكرك الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاء، شكرا لهذه المعلومات. اصدقائي رح نتابع معكم برنامجنا محطه اعلانيه ونعود. بعدنا معكم ودائما عبر مشاكل وحلول متابعين برنامجنا مع ضيفنا رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل مختار بلدية شامات ميشيل جبران. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك استاذ. اشتقنا لك. ميرسي. قلنا شي شهر التقينا؟ ايه تقريبا من شهر لليوم. خبرني، خف شي من المشاكل يلي دائما بنحكي عنها ولا لا؟ المشاكل يلي بيواجهها المختار دائما باب المختار بيندق لحتى نسأله حل لمشكلة. 100%. استاذ الاولى بدي اقول لك شغله، المختار هو على طول بده يكون بالواجهه. تقول لك ليه؟ لانه كل الامور اللي بده يتعاطى فيها المواطن مع الدوله بتقطع عبر المختار، كل الامور الاداريه. ما المختار مثل هالمواطن، يعني مشاكل بدها توقع عليه وعلى المواطن. اكيد ما خاف، لانه بتعرف هلا وضع البلد ان كان على الصعيد الاقتصادي وغيره. عم نواجه مشاكل شوي من حيث الانماء مع المخاطير. يعني طبعا في كثير مشاكل اللي بينحكى عنها، ولكن دائما المختار هو بيكون اقرب للمجتمع، وهذا اللي نحن بنعرفه تينقل الصوت للمعنيين. ولكن اليوم في ظل الاوضاع الاقتصاديه صعبه زائد جائحه كورونا، خبرني قديش انتم عم بتكونوا حاضرين تتقدروا تلبوا الناس او تساعدون بحل حاله بعض مشاكلهم او تقدموا لهم الخدمات المطلوبه؟ نحن حاضرين اكيد مع المؤسسات الدوليه، يعني مع الادارات نحن بدنا نكون حاضرين ان كان من جائحه كورونا او غيره، لانه وضعنا وموقعنا يقتضي واجباتنا. نعم. لانه نحن للمواطن ونحن حده بكل الظروف الصعبه. هلا بتقلي انه اكيد المختار وضعه الاقتصادي اما وضعه الامكانياته مثل غيره، بس ولكن بده هيدي رساله بده يؤديها، عليها جهد كثير كبير يقدر يقوم فيه ان كان عن صعيد مع الدوله اما مع غير الدوله، تيقدر يساعد مواطنين واهل ضيعته خاصه بهالظرف اللي نحن عم نقطع فيه. ان كان اشياء نقديه، ماديه، عينيه، اداريه من قبل الدوله، من قبل الجمعيات، من قبل الهبات، هذه واجباته يعني، وما لناش منية من المختار، لانه هو مسؤول وهو ممثل هالشريحه من الناس اللي بيكون مختارنا اليوم. يعني بقضاء جبيل في بلدات ما فيها رؤساء بلديات، المختار ما فيها بلديات، ما فيها بلديات، يعني ما في رؤساء بلديات، ما في مجلس بلدي، في مختار. نعم. يعني بهذه يعني الاوضاع يعني بيتحمل مسؤولية زائدة بالعلاقات مع الإدارات الرسمية والمعنية. أكيد هو المختار اللي بيكون فيش بلدية، هو بيحل محل البلدية. يمكن قديش عدد البلدات اللي ما فيهم بقضاء جبيل؟ تقريبا 40 بلدة ما فيهم بلديات؟ ما فيهم، وهيدي مشكلة عم نعاني منها.
وانا كمان من هون من عن هالمنبر ما زال فتحنا الهواء بدي في توصاي من بدي اول شيء حي زملائي المخاطير وقضاء جبال وحي اهل بلدي. قد ايه عددهم؟ 106. الله يزيد. الله يخليك. بدي حيهم ومن هالمنبر بدي ناشد معالي وزير الداخليه يعني مضي هلا الاموال عائده للبلديات والمخاطير ما فيها بلديات نحن بنشكره بدي حيي وبدي اطلب منه مع ساعات المحافظ تسريع هالعمليه باليه جديده لصرفهم للمخاطير وصرفهم باسرع وقت لانه هلا بتنشدوا المحافظ الجديد المحافظ الجديده ولا المحافظ القديم بعدكم؟ هلا انا هلا بحكم القانون بعده عن محافظ جبل لبنان نعم هلا اللي يصير في محافظه جبال وكسر وين اكيد بتنتقل اداريا بعد صدور قرار مجلس الوزراء متى لا لا بعد بحكم القانون نحن مع محافظ جبل لبنان اي متى بيتعين محافظ كسر وين اكيد هلا هو تعين بس بدك يبلش يشتغل طيب بلش بده المراسيم التطبيقيه التنفيذيه تيشتغل ان شاء الله المراسيم عم يعملوا ما بتصور بس انا بدي نشدهم بس هالآلية تتسرع شوي وتتغير عن آلية الماضي صرف الاموال للقرى خاصه ما فيها بلديات لانه الوضع كثير مزري بالقرى طيب عادة البدلات اللي بيتقضاها المختار يعني بتضيع بيقبض من الناس عفوا ياخذ بدلات هذا بدنا نعرفه ما هي المشكله المختار ما عنده بدلات ما عنده معاش ثابت ما عنده شيء لا نهائيا لهالسبب وخاصه المختار ما عنده بلديات كثير طيب هلا وزير الداخليه قلت لي وقع الاحالات هودي يعني وقعهم لانماء القرى مش لمسار لجابة المختار كمان مش لجابة المختار وكمان الناس لازم تفهم شغله انه اليوم عم يجي يقولوا لنا انه عم يجيكم مصاري يا عمي عم يجي مصاري للقرى ما فيها بلديات بس كل قديش عم يجي مصاري كل 4 سنين لازم الناس المواطن يعرف وهالمصاري عم تيجي شكل مقتضب يعني ضايعه 10 مليون ما تاخذ يمكن بتعمل له حائط بتعمل له طريق شقف الطريق بتعمل له يمكن تصويني بتعمل له 20 30 لمبه 20 30 عمود بدنا نفهم انه المختار مش كل سنه عم يقبض وهذا الشغل اللي عم نعاني منه انه كل 4 5 سنين عم يجي قرار بيجي القرار وعم يكون في صعوبه بالتنفيذ وبالآلية لانه اليوم اللي عم يجي القرار مش عم يجوا المصريات نقد على جيبة المختار هلا مره واحد المواطن اللي فهم المختار ما بيقبل مصاري نقد من الدوله ويجي بينفذ هو على راسه بساعات اللي بده الدوله بتوضع قوانين ودفتر شروط وبتقول له شو عندك وبتكشف وبتمضي تنظيم مدني اما اميه محافظه تيرجعوا يروحوا ينفذوه ويروحوا يقبضوهم هن المتعهدين مش المختار بيقبض وماشي اموال قليله كثير المختار ما له بدلاته بيقبضها يعني لا 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 بدلات شو معاملات بدلات شو نحن سعينا كثير بصندوق تعاون المخاطير بلبنان وعملناه وكانت جبال ورابطه مخاطير جبال وهلا موجه تحيه رئيس مجلس اداره الصندوق والمدير العام استاذ جلال واستاذ ابراهيم حنا نحن كنا من رابطه مخاطيري قضاء جبال كنا من الاساسيين تقدرنا كوننا هالصندوق تيطلع بدل تعويض لنهايه ولايه المختار، هاي بتيجي من الطابع المالي المختار اللي بيصرفه بيدفع حقه تيجي صحينا، هذه الشغله اللي قدرنا نعملها الحديث هلا، الشغله الثانيه اللي عم نسعى عليها اليوم الضمان الاجتماعي للمختار، الضمان الاجتماعي للمختار بعد ما يخلص ولايته يتكمل، اسوة بغير موظفين بدها قانون بدها قانون مجلس نواب، عملنا قانون وطرحناه على مجلس النواب بعد ما صوت عليه وعطول من طالب ناشد انه المختار اسوة بهالمرة بعد انتهاء ولايته لبرا وحدة ولا لأكثر يعني لا 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 اذا عمل مرة وحدة مختار مرة وانتهت ولايته بيقدر يكفي ضمانه ست سنين بيقدر يكفي ضمانه عم نسعى على هذا الموضوع والاهم من هيك انه اللي عم تقلي عن بدل المختار نعم يعني حتى عذرا لانه بيحط طوابع ورق طوابع هيدا قصدي ما في بدل ما في بدل المختار انا عم اقول لك ما في بدل في مختار في المخاطير يقدروا ياخذوا رسم شكلي وخاصة وأنا بقول لك في 90% المخاطر ما بياخدوا خاصة إذا مواطن من بلده ونفوسه عنده حتى ورق بول ما بي يعني إذا أنا بدي أعمل لا هلا ورقة بول 1000 ليرة أي مختار له عندي بس مش معاملة واحدة 1000 أنت كم لا لا هلا هيدي بصير يتفق عليها بين المختار والمواطن حتى قلت لك 10 وراء يمكن يقول له ادفع لي حق طوابع ويمكن يقول له لا وإذا كان واحد غير منطقته يمكن ياخذ منه في مخاطير بيستعملوها صندوق انمائي للقرى تبعولهم بقول له يا اخي حط بهالصندوق يعني اليوم نعتبر انه المختار يعني بده جهود لحتى يقدر يحسن اوضاعه 100% يعني يحسن يعني محيطه لحتى يقدر من خلال مهنته يكون هو مرتاح اذا بدنا نعتبر المختار مهني لانه في مخاطير يمكن بيشتغلوا غير شغله وبأوقات فراغهم بيعملوا مخاطير وفي ناس بيتفرغوا كل الوقت الاغلبيه عندكم بقضاء جبال كيف اغلبيه عم يحطوا جهودهم تيتفرغوا ولكن عندهم اشغال ولكن شو الاشغال شو بتعمل؟ ما هن بيشتغلوا لحتى يقدروا طيب اليوم انا بدي اقول لك شغله استاذنا الناس كمان تفهمها تفضل المختار مهم كثير بحياته تقول لك ليش؟ المختار الوحيد الحلف يمين هو رئيس جمهوريه
والمختار هو الوحيد اللي بيعطيك وثيقة ولادة وثيقة وفاة. الله يطول بعمرك وعمر الجميع. نعم. هو من البداية للنهاية. هالناس ما بتفهمها، بتجي رئيس البلدية محترمنا له كمان له أهميته إداريا وإنمائيا، بس ولكن المختار قانونيا أهميته كتير كبيرة. اليوم المختار بتقول لي عم يشتغل أما موظف، أوكي. بيجي عرس، بيجي بعيد من هون دفن، بيجي من عمادة، بيجي أول قربانة، بيجي جمعية، بيجي وقف. طب يا خي هلا هو مجبور انه اللي عم يطلعهم يحطهم واجبات، اكيد لازم يعمل واجبات. ملاش نحن عم نقول بدنا نعمل له المختار مساعده لانه من الدوله اللبنانيه بالميزانيه الدوله اللبنانيه انه خي هلا ملحوظ هلا لا 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 عم نجرب نحط نحن للصندوق التعاوني للمخاطير بالميزانيه الدوله قبل كل سنه بالميزانيه مساعدات المختارين بلبنان انه يطلع له مبلغ معين. صلاحيتكم راضيين عليها انتم اليوم مختار ولا بحاجه لتحديث لتطوير لطلب زياده صلاحيات؟ صلاحياتنا راضيين عليها، بس في عنا مشكلة اليوم اللي عم يكلفونا وخاصة بهالوضع كورونا ووضع البلد، يعني عم نضحي كتير والمخاطير عم يضحوا من وقتهم، ملاحقة الكورونا والمراقبة والحجر بالضياع والمساعدات العينية الغذائية والمادية والأدوية والدنيا عم يضحوا كتير. المختار عم يتاخد من وقته كتير بدون بدل صراحة يعني، بس نحن عم نعملها بشكل إنساني على طول، نقعد أنا والزملاء لا. ومنحكي انه نحن لازم نكون بشكل انساني قيمه باهل بلدتنا هالموضوع اسوه بباقي الموظفين خيب الدوله. لازم اختار هيك نطلع فيه تطليعه بطريقه. طب يعني بالرغم من كل هذه الاوضاع يلي بزور قضاء جبال بيعرف انه في انجازات انتم قمتوا فيها. نعم. يعني بالرغم من هذه المشاكل والصعوبات والضائقه وكورونا انتم توصلتوا لحتى تعملوا بعض الانجازات. نعم. يا ريت بتذكر لنا هني لحتى ناخذ منهم يعني عناوين فيها شيء من التفاؤل والايجابيه بالرغم يعني من النفس التشاؤمي اللي كنا عم نحكي فيه. لا فيش تشاؤم، يعني لما في امل ما فيناش نكفي كده، انت بتعرف الامل على طول بده يكون بيناتنا وبده يكون بمجتمعاتنا، لانه الانسان المؤمن ما بيتشائم. اللي مختار شو هي اهم الانجازات؟ اهم الانجازات على صعيد رابطه قضاء جبال. نعم. نحن كنا قلت لك سباقين بقصه تعاوني الصندوق التعاون المخاطرين بلبنان. نعم. زرنا كل الفعاليات من فخامه الرئيس موجه له تحيه، من كل المسؤولين الاحزاب، زرنا كل الوزراء المعنيين بهالموضوع بالنسبه لهالصندوق. وقدرنا وصلنا كنا صوت الصارخ، مش عم بنكر حق رؤساء روابط المخاطرين الباقيين، لا بالعكس، بس نحن كنا اساس اول دعسه. ثاني شيء نحن بالنسبه لرابطتنا قد ما فينا حسنا لوجستيا بقلب الرابطه تقنيا تكنولوجيا ومشينا. على حسب مين هذه التحسينات؟ اجينا شويه مساعدات ونحن كمان منا كمخاطير ومساعدات صندوقنا كرابطه، وقدرنا عملنا على صعيد فرد وعلى صعيد مساعدات. طب اليوم انتم يعني بالاذن منك يعني من خلال الانجازات انتم يعني في طرقات ساهمتوا بتصفيتها، كهرباء، مي، ساعات هي الرابطه التواصل بيكون سهل مع المعنيين. اي نعم، هي الرابطه بتعتني بشان المختار، اي مختار بواجه اي مشكله شكوته للرابطه. اذا راح على المسؤول المعين ما قدر حصل مطالبه، الرابطه هي بتوقف حد كل مختار بكل حقوقه. ما نحن قلب واحد وايد واحده، والرابطه انعملت لهالموضوع رابطه نعم. المختارين مختار اذا عنده حقوق بدنا نحن نكون واقفين حده، نقدر نطلب له ان كان انمائيه ان كان غير انمائيه، نحن دورنا نقدر نوقف حد كل مطالب المخاطير. ايه انجزنا كثير امور، يعني عملنا نشاطات ان كان من نشاطات ثقافيه، نشاطات سهريات للرابطه، عملنا انطلاقه مع اي بي تي بالنسبه للمساعدات فيتاس مع شركه فيتاس. حكيتنا قبل مره عن انشاء نادي رياضي كمان انتم قلتوا فيه. انشاء نادي رياضي لا ما عملنا بعد، نحن اللي ساهمتوا فيه عم نعمل هلا لتحسين دائره نفوس جبال، تاهيل وتحسين دائره. في عندنا مشكله ما هيك؟ عندنا مشكله ايه، بس اخراجات قد ما فينا نعمل ولا فينا نعمل اليوم؟ اخراجات قد فيك تعمل الضروريين جدا، لانه في قصه الواحد ما بيعمل اخراجات. لا اذا معك اخراج قديم بتجدد حكما، تروح عند نفوس مامور نفوس بجدد لك وعائله كل شيء، معك واحد قديم بجددوا لك توفيرا لاوراق. عند الميلادات هلا الولادات لا فيك تعمل بينعمل هون يعتبر ضروره. لا 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 بينعمل، لانه نحن قصتنا مشكلتنا بقصه الطبعه تبع اخراج الايد العائلي والفردي. بس هلا قصة دائرة النفوس عم تسالني عنها، نحن موعودين هلا قريبا من وزير الداخليه مدير عام وزاره الداخليه باذن الابتداء بتحسين وضع دائرة النفوس تاهيلها وترميمها.
هذا كان المطلب صار له سنة يعني. بس أخذ ورد ورد وأخذ. بكرة بنعرف. قد ايه مدى وقت يعني من اليوم؟ إذا على بكرة عطوك الإذن وجبنا لما قلنا الشغلة القديمة أنتم عم بتراجعوا فيها؟ إيه بلا صار له سنة وإجت الثورة وإجت طب ليش كورونا. ليش بتتأخر هيك؟ ما بعرف صار في أشياء إداريا جوا ما بعرف إداريا روتينية شغلة بتعبئل. في شيء معين جمعة الجاي بنعرف أشون الله راد لأنه وعدنا إنه جمعة الجاي رح يمشي الحال نقدر نعرف شو الموضوع. وهيها نحن ربطتنا بجبال استاذ بتوقف مع اهل المنطقه وبتوقف مع كل انسان وخاصه مع المختار. مختار بخلال كل الاطلالات يلي نحن بتمنى نكون فيها معك ميدانيا على الارض انا اسمح لي اشكرك واقول لك انه تلفزيون لبنان يعني جاهزين لحتى نكون دائما صوتكم الصوت الصارخ عند المسؤولين لحتى نقدر نساعد كل يلي هن بحاجه لمساعده. من هي شو بتحب تقول؟ انا بحب اوجه التحيه للمواطنين واهل دياب وبلداتنا كل وللمخاطير وبقول بهالظرف المأساوي اللي عم نقطع فيه ان كان على الصعيد الاقتصادي اما على صعيد جائحة كورونا وعلى صعيد الوضع بشكل عام بقول كل مواطن يوقف حد مختاره كل مختار يوقف حد مواطنينه كونوا ايد وحده ومتضامنين ويشيلوا كل هالزغل ويشيلوا كل هالسياسات ويشيلوا كل هالمشاكل القديمه والجديده والمستحدثه فنقدر نضل في عنا هالأمل ونقدر نقوم بكل بلداتنا ونقدر نرجع ننطلق انطلاقة جديدة ونكون إيد واحدة وقلب واحد وبمحبة. شكرا لك مشعل جبران مختار بلدة شمات رئيس رابطة مختاري قضاء جبال. شكرا لك الله يخليك وإلى لقاء قريب جدا إن شاء الله خير. أصدقائي بالختام نحن رح نكون معكم بأجواء روبورتاج حول السدود في لبنان يلي يعتبر خيار خاطئ وغير علمي من وجهة نظر الإيدروجيولوجي الدكتور سمير زعطيتي الخبير في استثمار المياه الجوفية عن موقع سد بصري قال جيولوجيا هذا الموقع غير مناسب. معه بنوصل لختام حلقتنا تنلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة إلى اللقاء. لبنان تم دراسة طبيعته الجيولوجية أيام الانتداب الفرنسي من سنة 28 لل 55 في بعثات جيولوجية فرنسية اجت وعملت دراسات وكتبت وعملتنا خرايط وقالت النتيجة الأساسية تاعتها لبنان بلد المياه بالشرق الأوسط. هيدي أول شغلة. الشغلة الثانية الله يرحمه إبراهيم عبد العال اللي هو ابن المدرسة الأوروبية اللي عمل مشروع الليطاني اللي اشتغل على المياه السطحية إجا وحدد أنه نحن جبالنا هي مخازن حقيقية للمياه. يعني إجا قال نحن عنا مي وهي ميتنا بقلب جبالنا. ليش يا إبراهيم عبد العال؟ لأنه عنا 14 نهر بينزلوا بفضوا الجبال تاعونا وبيروحوا على البحر. إجا تقرير الأمم المتحدة سنة 70 UNDP اللي أهم علماء وخبراء أوروبيين إجوا طيب لبنان غني بالمي يعني قديش غني؟ اجوا عطونا احجام للثروه المائيه. الارقام تاعتها اللي هو الميزان المائي عطوا 10 مليار متر مكعب سنوي هول حجم متساقطات معدل يعني في سنوات بيجي اكثر سنوات اقل معدل متساقطات على لبنان 10. حصه المياه اللي بتفوت على الجبال وعلى الصخور 3 مليار متر مكعب سنوي وهيدي متجددة سنويا. والمياه السطحية ينابيع وأنهار هي 1.3 مليار متر مكعب والباقي بيروح تبخر وبيروح برات الميزان المائي. هذا الميزان المائي درسوه أهم خبراء وأهم علماء أوروبيين وحطوه سنة 70 وعطوا توصيات باستثمار المياه الجوفية بلبنان لأنه هي 3/4 الثروة المائية. فإذا الخيار العلم يقول 3/4 ثروتنا هي جوفية. هذا الخيار العلمي لم يناسب وزير للطاقة والمياه أنه أنا ما بدي أشتغل مياه جوفية أنا بدي أشتغل تخزين سطحي. هذا التخزين السطحي أثبت فشله خمس سدود فاشلة لأنه ما بتاخذ بعين الاعتبار طبيعة الصخور اللبنانية. نحن بلد جبلي بامتياز 3/4 المساحة عنا بلبنان هي مناطق مرتفعات صخرية جبلية صخرية كلسية قاسية مشققة مفسخة وبتدوب بالماء. شوف مغارة جعيتا المثل هيدي بسموه بالعلم بسموه الكارست
بتشكل مخازن كارستية. هالمخازن الكارستية هيدي بينزل عليها 10 مليار متر مكعب سنوياً بتنزل مي. ليش لبنان بلد المي بالشرق الأوسط؟ هيدي بلد المي بالشرق الأوسط، يعني المحيط تبع لبنان هو محيط فقير بالمياه. يعني فلسطين لا في نبع ولا في نهر، سوريا داخل السوري الشمال السوري ما في ولا نبع ولا. طيب ليش لبنان عنده هيدي الميزة؟ لبنان هو بقلب الحفة الشرقية للمتوسط، الغام اللي بيجي من البحر المتوسط مشبع ببخار المي، بيجي بيضرب على أول سلسلة جبال بنسميها سلسلة جبال لبنان الغربية، بزت شتي على الواطي وبزت تلج على العالي، بفوت على سهل البقاع اللي هو سهل داخلي كمان مرتفع عن سطح البحر حوالي 1000 متر، بزت كمان شتي وبزت تلج، وعلى الشرقية كمان بكفي، بفوت على الداخل السوري شبه جاف. بمعنى نحن مركز لإسقاط كل الغيوم وكل هيدا بهالمساحة الصغيرة اللي 10452 كيلومتر مربع. هيدا عم منزل على صخر الكارستي، مخازن الكارستية. هيدي ثروتنا المائية هون، ثروتنا المائية هون، هن عم يشتغلوا هنيك استكمالا لطبيعة لبنان الصخرية الكلسية القاسية المشققة المفسخة اللي بتعمل مخازن كارستية كتير مهمة. هاي المخازن الكارستية غير مناسبة لبناء سدود أو بناء منشآت كتير كبيرة. ليه؟ لأنه طبيعتها التشققات اللي فيها لا تسمح بمنشآت باطنية. الباطون اللي بيركب على صخر قاسي بيهدى، بس اللي بيركب فوق فسخ هذا بده يفسخ وبده يتشقق. ومشان هيك كل مشاكل السدود الخمسة اللي تساوي ما خزنت مي، لأنه القاعدة الإسمنتية فوق الكارست اتفسخت تشققت والمي بتشلق وبتروح. سد بسري بالضبط، يعني قامت يعني نحن كنا عم نناهض السياسة المائية اللي سموها الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، لقطاع مش الثروة المائية، وهي اجت نتيجة انه جابوا ملفات وجابوا دراسات قديمة ركبوها، لا اجوا علماء ولا اجوا خبراء ولا اجوا مؤتمرات ولا ابحاث علمية، ركبوا هالملفات حطوها عملوها استراتيجية، بدنا ننفذ 28 سد بلبنان، وهول السدود انت لك حصة وانت لك حصة وانت لك حصة. تنفذ منها خمسة والخمسة فاشلين. خلينا نجي نحكي على سد بسري. سد بسري مليار و200 مليون دولار. وسد بسري الميزة تاعته انه البنك الدولي جاي يمول. البنك الدولي سامع ببسري انه في هونيك وهونيك لازم نعمل سد. انا طلب مني الناشطين البيئيين واهالي المنطقة واهالي الارض، مستمير انت كيف فيك تساعدنا؟ نحن على الارض ما كان فينا نطلع لانه كان في عسكر وجيش ممنوع تفوت. فانا اضطريت ارجع للمراجع العلميه تاعتي. انا دارس بفرنسا عن المياه الجوفيه بلبنان، انا بعرف الفرنسيين شو اشتغلوا بلبنان خرايطهم كلها، بعرف عبد العال الله يرحمه، بعرف تقرير الامم المتحده للتنميه كله هذا من ضمن شغلي. بعرف انه في خريطه جزين، خريطة جزين فيها كل المعطيات الجيولوجية وفيها كتيب توضيحي بيحكي عن المنطقة بجزين. أخذتهم أنا درستهم، شفت أنه الفرنساوي قالوا أنه وادي بسري هو وادي انخسافي انهدامي، ستون فالي ديفوندرمون. ديفوندرمون بالعربي يعني تهبيط، بيقول لك هبط السقف. حتى يهبط السقف بده يكون تحت السقف بفراغ، إذا ما في فراغ تحته ما بيهبط. قالوا أنه ديفوندرمون، بس شو الأسباب ما عرفوا. أنا حفرت أبار ببسري والإماء والعمار حفروا 4 أبار كمان. بالأبار حفرنا بس وصلنا للصخر الكلسي القاسي اللي تحت، لقينا فيه فراغات كتير كبيرة، فراغات وكنا نسمع مي عم تمشي، مجاري مائية كتير ضخمة كتير كبيرة. هالمجاري المائية الكبيرة اللي ماشية بقوة شفطت كل الهواء اللي بقلب البير، الهواء ما عاد فيه، البير ما عاد في شيء يهدي الحيطان لانه الهواء راح. ايه طبقت الحيطان تبع الابار، 4 ابار تعول امي والعمار هبطوا ونزلوا، بيرين كمان انا عملتهم، واحد بنويته خسف، اضطرينا نشتغل واحد غيره. سد بريسا اول السدود اللي درست ونفذت 26 مليون دولار، 12 سنه شغل، حطوا فيه مي، جابوا له مي لانه ما في له مصدر مي، راحوا ضخوا مي من نبع سكر وحطوا له اياهم فوق، تسربوا الميات.
سد المسايل حشفته قصته أنتو بليلة ما فيها ضوء قمر راحت الميات. هني بيقولوا أنه تسربت سطحيا، هني مرقوه وعم يجربوه على النبع. الفيرسيون العلمية الحقيقية أنه هيدي طبقة طينية مبللة. ليش صارت القصة بالشتي؟ لأنه هيدي طبقة طينية تحت السد مبللة، هيدي إجوا حطوا عليها كمان بطون وحطوا عليها فوق مي، فزحلت كل هيدي وفاتت بقلب كسر تبع البترون وراحت على البحر. بدليل صور الأقمار الصناعية اللي بيّنت موجات وحل كتير كبيرة بقلب البحر بهديك المنطقة بالوقت اللي كان نهر الجوز ميته صافي. منين اجت المي الموحلة؟ سد بلعة اللي الطبيعة جاي عم تقلكم يا جماعة هذه المي السطحية اللي ماشي أنا عم خزلكم قسم منها تحت هالبوليع الضخمة اللي حطيناها على الإعلام تبعنا ومبينة هالبوليع هيدي. يعني الطبيعة جاي عم تقلك هون أنا بدي خزن جوفي، تجي أنت بتقول لا أنا بدي سكريك، بدي حط بطون سكريك اردميك واجي أعمل فوقك بطون. عملوا بطون ومستنقع بطون إيه بالشتوية، عبى شوية مي كمان زربوا $100 مليون بطون هيدي لسد بلعة، وبعدهم متكفيين بالشغل. سد جني صح لي الفرصة، كان أستاذي الفرنسي هون كان يعلم باليسوعية، طلعت أنا وياه لنستكشف المنطقة وهذا. طلعنا برمنا إحنا وياه شفنا 3 كسور أرضية بقاعدة سد الجني محل ما بن يعملوا، بشهادة الدكتور ميشيل باكالوفيتش أستاذي الفرنسي اللي كان يعلم باليسوعية واللي هو رئيس رابطة الإيدروجيولوجيين بفرنسا هلأ حالياً. قال لي طيب كيف كنت تعملوا سد أنتوا فوق أرض مثل المصفية؟ قالها بالفرنسي ستان باسوار، كيف تعمل أنت؟ كيف بك تخزن ماي فوق مصفية؟ إنه هذا بيتسرب وفي مغاور. فالموقع سد جني، وشفت سد جني يعني عمل مزرعة بيئية رهيبة ما حدا عم يحكي عنها. 1,000,000 شجرة انقطعت من لبنان، 1,000,000 شجرة كانت تفبرك لنا أكسجين لنتنفس، عم نختنق ايه بس مشان شوية مصاري ينحطوا ببنك بعض الناس المتمولين، بعض الناس المتسلطين على أموالنا وعلى على على بيئتنا. سد بقعت كنعان، سد بقعت كنعان من الضيعة اللي كتير جميلة فيها حرش صنوبر بيجنن وعلى رمل وعلى هذا. اجوا بدهم يعملوا سد شالوا الحرش كله، كشفوا الطبقة الرملية. الطبقة الرملية بس اجت الشتاء صارت تزحل تشلق، الضيعة على راسها التلة صارت تشلق معها، في كنيسة على الطريق كمان رح تروح، وفي بيوت كتير يعني صار فيها ليزاردومون تبع الحيطان بس صار بيتشقق وهذا. وهذا سد بعد كان ما قالوا مصدر مية يعبيه، منين كنت تعبوه؟ وحاطينه بنص الكسر الأرضي اللي بيوصل الكسر الأرضي كتير كبير بيوصل على صنين. شافوا انه في فراغات هونيك صاروا بدهم يحطوا زفت، بدهم يزفتوه كمان $30 مليون زيادة تزفيت ايه، واصلا مي ما في منين بده يجي يعبي. المهم سد المسيلحه، سد الاي سماني، سد الاي سماني كلفت انا من قبل بلديه حمانة انه يا عمي طيب هذا كيف بكون تعملوا سد فوق حوض تغذيه لنبع حمانة؟ نبع حمانة اللي هو نبع تاريخي، حمانة يمكن اذا مشهوره بكل القرى الصياف انه عندها مصدر مائي سطحي بيجنن كل العالم تيجي بتعبي مي من عندها. هيدا على اجوا عملوا السد وسكروا كمان بالزفت على الكسر الارضي، وبين الزفت كمان بقلب النبع لوصول للنبع، هلكوا الدنيا. بمعنى كلها مشاريع السدود انعملت كلها خيار غير علمي، خيار للاستفاده الماديه بكسرات طحن صخور شفط رمول وقطع اشجار وتدمير بيئه اللبنانية بشكل كامل.